أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب بالمضامين السامية التي حواها الخطاب الملكي السامي والذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في حفل ذكرى الأعياد الوطنية وما اشتمل عليه من استشراف مستقبلي نحو مزيد من الإنجاز والعطاء وتطلع واثق للأخذ بالمسيرة التنموية الشاملة نحو مراتب متقدمة من الريادة. أكدت أن الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك المفدى كان معبرا عن الواقع الزاهر الذي تعيشه مملكة البحرين في ظل عهد جلالة الملك المفدى من تقدم ديمقراطي مضطرد ومسيرة إصلاحية شاملة تستحضر في بنائها العريق الأسس الأولى التي وضعها المؤسس الأول للبحرين القائد أحمد الفاتح. وأكدت حرص مجلس النواب على اتخاذ الرؤى الملكية السامية نبراس لعمله وخارطة طريق لمسؤولياته الوطنية ومواصلة العمل لتعزيز المنجزات ودعم كافة المبادرات والخطوات التي تتوخى المزيد من المكتسبات للوطن وتحقيق الرفعة لنهضته الديمقراطية بما يعزز العيش الكريم للمواطنين، مشيدا بإنجازات أبناء الوطن ممن تشرفوا بنيل التكريم من لدن جلالة الملك المفدى من رواد العمل الوطني وما جسدوه خلال دورهم الوطني الرائد من قيم الولاء والانتماء، معربة ببالغ التقدير بالتوجيهات السامية الصادرة عن جلالة الملك المفدى من عفو عن عدد من المحكومين والتوجيهات بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة في لفتة أبوية رفيعة من جلالة الملك المفدى حفظه الله على أبناء شعبه.